بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنبدأ شابتر 2 اللي هو فاندامنتال كونسبتس، بعض تكوين المايكرو كنترول اللي هنشتغل عليه. لازم نبقى عارفين هو فيه ايه. احنا هنشتغل على الحقيقة كله على جي بي اي او اللي هو الجنرال بيربوز انبوت اوت بين، يعني الانترفيس كله هيبقى التعامل فيه كله مع الجي بي اي او اساسا. من المهم برضو ان نبقى عارفين ان احنا هنستخدم كانبوت لسويتش، ابسط انبوت للمايكرو كنترولر، وكاوتبوت هنستخدم الليد برضو. دي لازم نبقى عارفين. وهنكتب برامج بي سي علشان تبقى ايه، نجرب فيها السيستم اللي احنا شغالين بيه. تمام. طيب احنا هنستخدم التكساس انسترومنتس تيفا، البوردة بتاعة تيفا، وهي 256 كي بايت على الشيب، وفيها فلاش عشان فيها فلاش ميموري، وفيها 32 كي بايت برضو على الشيب كستاتيك رام السرام علشان نكتب فيها الداتا. ده شكل البوردة اللي احنا هنستخدمها. وطبعا هنبقى ملاحظين ده المفتاح بتاع سويتش اون اوف، وده اليو اس بي اللي هنوصله بالبي سي، ده المايكرو كنترولر، وده الديباجر. وخلي بالك ان المفتاحين دول هنستخدمهم، هما دي المفاتيح اللي هنستخدمها كانبوت، سويتش 2 وسويتش 1، وفي هنا مجموعة ليدز هنستخدمها كما لو كانت اوتبوت. انما السويتش ده الريست مش هنستخدمه. هنبقى عارفين ان الارم ماشي على نفس نهج موتورولا اللي هو ميموري ماب. يعني ايه مبرد؟ يعني انا النهارده ما انا عندي 8 بت. طبعا احنا عارفين ان الارم 32 بت، الارم 32 بت، 32 بت ادرس، يعني 4 جيجا ميموري لوكيشن. فمقسم ميموري لوكيشن الى جزء خاص بالرام، جزء خاص بالروم، جزء خاص كمان بالانبوت اوت. مش زي انتل اللي بيخلي فيه انستراكشن بخصوص الانبوت اوت، لا، هنا الانستراكشن التعامل مع الانبوت اوتبوت هو نفس الانستراكشن بتاعت التعامل مع الرام. وده النهج اللي احنا قلنا في بعض الشركات مستخدماه، ومنها موتورولا. ارم ماشي على نفس النهج ده، يعني بيقول من ادرس كذا لادرس كذا، هو باين كده من ادرس 0 اكس هكس ديسيمال، يعني ناخد من 0 0 0 0 كله الى مثلا 0x 30 34F، ده الفلاش ميموري، والمنطقة دي ريزيرفد، وهكذا الاس رام الى اخره. تاني نتأكد ان احنا دلوقتي بنتعامل مع بورت، الانترفيس تعامل مع بورت زي ما احنا عارفين. تعامل مع بورت، عندنا كام بورت؟ عندي 6 بورت زي ما هو باين كده، A B C D E F. احنا زي ما قلت قبل كده ان البورت F محجوز للبوردة. يعني ايه محجوز للبوردة؟ لان في بيلت ان انبوت، شفنا السويتش، في بيلت ان اوتبوت، شفنا الليد مستخدم فين، عارفين فين السويتشز وفي الليد دي متوصلة بالبورت F. وبالتالي اذا حبيت استخدم البوردة علشان اعمل ماي اون بروجكت، المشروع بتاعي، يبقى انا ما قداميش غير اني استخدم اي بورت من الاي الى الاي، ما في غير كده، لانما اف محجوز ل البيلت ان كومبوننت اللي تكساس عملته عليها، يعني وظبط السيميليتور عليها الى اخره. هنلاحظ برضو حاجه ان البنز في كل بورت مختلفة،
يعني هنلاقي مثلا البورت A 8، البورت B 8، البورت C 4، D 8، E 6، F 5. F 5 البيز دي اللي هي مستخدمة أصلا. ما دام جينا البورت F كده هنبص نلاقي إن البين 1، البين 0 الأولانية، والبين 4 اللي هي آخر واحدة، الاتنين دول فيهم انبوت يعني دول سويتشز، والتلاتة اللي في النص 1 2 3 متوصلين، التلاتة اللي في النص دول متوصلين بتلاتة ليد بألوان مختلفة، أحمر وأخضر وأزرق للتلاتة اللي في النص دول، إنما اللي في أول بن وآخر بن متوصلة كإنبوت بسويتشز، والتلاتة اللي في النص متوصلين ب كأوتبوت بالليد. دي حاجة. الحاجة التانية كمان هنلاحظ إن كل بورت له دول فانكشن، يعني هنلاقي مثلا بورت ايه هنا اهو في ايه في اي 8 سيريال انترفيس يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر مثلا، وفي 4 سينكرونس سيريال انترفيس مثلا، او بورت بي برضه في الاي تو سي الاي سكول سي اللي هي انتر انتجريت سيركت في 4، وفي كنترول اريا نتورك. ف ولذلك هنبص نلاقي لما نيجي نعمل انيشاليزيشن بورت، ودي من الحاجات الضروريه او اللي هنستخدمها، فهنبص نلاقي لازم نقول مين الفانكشن اللي انيبل ومين الفانكشن الالترناتيف فانكشن ديسيبل، دي هتبقى برضه حاطينها في اعتبار. فنخلي بالنا السيميوليتور طبعا والبرامج الجاهزه كلها بتاكسس البورت اف من الاي للاي مره ثانيه، دي فري اعمل فيه اللي انا عايز اعمله. لو انا هعمل بروجكت على بورده من بره حتى فيها برضه السويتش وفي الليد، لازم هستخدم اي بورت من الاي الى الاي فقط. كل طبعا بورت، كل جي بي اي او جي بي بوت اوت بورت له برضه ادرسيز، ما احنا متفقين دلوقتي ان احنا شغالين على ادرس بيزد سيستم، فبرضه ده كل بورت له الايه الادرسيز بتاعته، لان انا باكسس البورت كما لو كان ميموري هي نفس الاستراكشر هنا او هنا. طيب في كل بورت برضه من اي ل اف زي ما هو باين كده في مجموعه ريجسترز، هتعامل مع ايه وانت بتكتب البرنامج؟ هتعامل مع اللي انا معلم عليه بالاحمر ده اللي هو الداتا ريجستر جي بي اي او داتا ريجستر، وجي بي اي او دايركشن ريجستر. انا هنا بتعامل مع تو ريجسترز دول، هتعامل معاهم ولازم حقيقي هكتبهم في الكود عندي. الداتا ريجستر واضح طبعا انا بحط فيه الداتا اللي انا هستخدمها او البايت اللي انا هستخدمها مثلا كاوتبوت او اللي انا هستقبلها كانبوت، و الجي بي اي او دي اي ار دايركشن ريجستر ده بقى مهم برضو هنرجع له تاني بالتفصيل. هنبص نلاقي ان الدايركشن ريجستر هو اللي بيحدد اتجاه البنز، هل هي اوتبوت بنز ولا انبوت بنز. يعني ايه؟ يعني هبص الاقي ان انا لو حطيت في البيت زيرو في الدايركشن ريجستر زيرو، هيبقى البيت زيرو في الداتا ريجستر انبوت. لو حطيت في الدايركشن ريجستر 1 هتبقى البيت زيرو برضو، في حطيت فيها 1 هتبقى البيت زيرو في الداتا ريجستر اوتبوت. يعني الاثنين دول مرتبطين ببعض. الدايركشن ريجستر بيحدد البين الثمانية بيت مثلا اللي موجودين هنا في الداتا ريجستر مين فيهم انبوت ومين فيهم ايه اوتبوت. طبعا في بقى سي بي يو ريجسترز اللي احنا بنستخدمهم، طبعا هنبص نلاقي ان احنا عندنا جنرال يعني جنرال بيبوز ريجستر، دي بقى للسي بي يو كلها اساسا يعني مش لبورت معين. 13 ريجستر من R0 إلى R12 دول جنرال بيبوز ريجستر بستخدمهم.
هنلاحظ برضو ان انا عندي الستاك بوينتر، عندي اتنين ستاك بوينتر، عندي اتنين ستاك بوينتر، واحد منهم انا بستخدمه ات تايم. الاتنين ستاك بوينتر ده اللي هو المين ستاك بوينتر الام اس بي، المين ستاك بوينتر، والبروسيس ستاك بوينتر البي اس بي. انا بستخدم منهم وان ات تايم. فين بقى اللي هو ريجستر ستاك بوينتر الريجستر 13 اللي هو ريجستر 14 من ايه، من ار 0 ار 12، احنا قلنا دول جنرال بيبلز، وبعدين دي ار 13 ايه بستخدمه كستاك بوينتر. وهنعرف باي ديفولت انا بستخدم المين ستاك بوينتر هو الديفولت الاساسي. في عندي برضو ار 14 اللي هو لينك ريجستر، وحعرف طبعا برضو كل واحد فيهم بستخدمه في ايه، هنبص ليه بنحط فيه الريتيرن ادرس بس الى اخره. ار 15 اللي هو البروجرام كاونتر، وبعدين في مجموعه سبيشال ريجسترز موجوده في المجموعه الاخيره دي هنتكلم عليها بسرعه، ودي برضو ساعات بتبقى محل سؤال هنعرف هي ايه. حد في اي سؤال او يعني احنا يعني بنراجع بسرعه على الايه على المكون يعني الاستراكشر بتاع المايكرو كنترول اللي هنستخدمه عشان ما نبقاش يعني بلايند واحنا بنستخدمه كده واحنا مش عارفين ايه الحكايه اساسا يعني. تمام طيب نرجع بقى هنا تاني ونشوف ايه زي ما قلنا في ستاك بوينتر، في عندي مين ستاك بوينتر وفي بروسيس ستاك بوينتر. وان انا بستخدم منه وان ات تايم بمعنى صح زي ما هو باين اللي هو في مكان ار 13. المين ستاك بيبقى موجود باي ديفولت، انما البروسيس ستاك انا لازم اعمل له ايه سيلكشن بمعنى صح. بستخدمه امتى البروسيس ستاك؟ بستخدمه لما استخدم الثريد مود بمعنى صح. وطبعا الستاك بوينتر احنا عارفين الستاك بوينتر بيبقى فيه لما بعمل بوش او بعمل بول او بعمل انتربت او بخرج من المين بروجرام بيبقى فيه التوب اوف ذا ستاك بيبقى متخزن فيه، بيبقى متخزن فيه الادرس بتاع الايه التوب اوف ذا ستاك. طيب يبقى احنا طبعا ايه غطينا الجزئيه دي، وانا ستاك هو اللي بيستخدم باي ديفولت احنا هنستخدم ايه طيب تاني هنا هو في بعض الابلكيشن بتستخدم حولنا في الثريد البروسيس ستاك بوينتر دي خلاص. طبعا احنا عارفين هنا الحقيقه في نوعين من الانتربت، في انتربت وفي اكسبشن هاندل. لما بتعمل اما بتخرج من مين بروجرام عشان تنفذ سيرفيس بروجرام او سيرفيس روتين بيبقى ايه من المهم انك انت لما ترجع تاني بمعنى صح يعرف ترجع يعني دايما بمعنى صح. تقدر تكونفيجر طبعا الايه زي ما انت عايز. تاني ملخص الكلمتين اللي انا قلتهم دول من ار 0 ار 12 جنرال بيبلز ريجستر تحط فيها ده تحط فيها ده ادرس زي ما انت عايز. طبعا احنا شغالين الار بكل 32 بت من الاول خالص. ار 13 هو ستاك بيونتر بمعنى صح، وهو الادرس للتوب اوف ستاك زي ما احنا في 14 هو اللينك ريجستر. اللينك ريجستر زي برضه ما قلت قبل كده الريتيرن ادرس في السبروتين، تكتب في السبروتين اخر انستراكشن في السبروتين هيروح فين؟ هيرجع فين؟ يبقى يرجع في الريتيرن، يروح يقرا ال ار 14 عشان يعرف يرجع هيرجع فين. ار 15 بروجرام كاونتر اللي هو بيجنريت الادرس زي ما احنا عارفين طبعا، ودايما بيبقى فيه النكست ادرس او الادرس اوف ذا نكست انستراكشن بمعنى صح. دي حاجات يعني مايكرو بروسيسور بسرعه كده. وهنا مثلا على سبيل المثال في اللينك ريجستر يبقى ايه
اذا كان عندي كود يعني بادي بالادرس 19 0 ايه وجي حصل هنا جامب مثلا عند 19 13 حصل جامب السبروتين او لاي سيرفيس بروجرام، وانا بكتب بعد الجامب هنا الادرس بتاع اللوكيشن اللي هيروح له اللي هو 26.04، يبقى هتنفذ الانستراكشن دي ازاي؟ انها هتروح راحه للادرسيس ده 26.04 ويمشي بالكود لغايه انا خلصت هنا بقى السيرفيس بروجرام او السبروتين بتاعي. عايز ارجع فين؟ احط هنا ريتيرن ادرس ده اللي موجود في اللينك ريجستر بمعنى صح، عشان يرجع هنا ويبقى انا بحط هنا في الريتيرن ادرس يرجع ليه هنا 19 16، ما هي دي كانت 13 والبايت دي تبقى 14 ودي تبقى 15، يبقى الادرس اللي موجود هنا هيكون كام؟ هيكون 19 16، عشان نعرف 16 دي جت منين بعلاقة ال 13 دي. يعني طبعا هي حاجة بسيطة وهي فلكت يعني ايه، بنأكد برضه عليها. في عندنا هنا واحد يقول احنا بنتكلم على الاكسبشن والانتربت. ايوه، ما هو الانتربت عادة بيطلق على التريجر الخارجي، انما الاكسبشن بتطلق على الديفايد باي زيرو. انت كتبت كود في ديفايد باي زيرو، طب يعني ده دائر وده مشهور قوي يعني في كل البروسيسورز موجود، فده اكسبشن. فده بس ايه، فدايما زي ما قلنا الانتربت بتبقى ايفنت اكسترنال ايفنت بره من البروسيسور، انما الاكسبشن بيطلق، والاكسبشن طبعا نوع من الانتربت يعني اخر، لكن يعني عايزين نفرقه ان بيبقى هنا ايه ديتكتد بي مش عارف يعمل اكسس للميموري، في انستراكشن معموله غلط، في اي حاجه من هذا غلط، يعني غلط يعمل هانج او يعمل مشكله، يعني مش غلط يطلع نتائج غلط ملوش دعوه. فهنا الاكسبشن بيديتكت الباجز في الابلكيشن، ايرور في الميموري اكسس، زي ده تعريف بس، عشان كده هنلاقي كلمه انتربت واكسبشن متكرره. تاني بنكرر هنا نفس الرسمه تاني اهي، دول ال 13 ريجستر اللي هي جي بي اي او، دي ريجسترز البروسيسور غير الريجسترز اللي موجوده في كل بورت، دي للكل بمعنى اصح. وهنا اللي بالاخضر ده هو الستاك بوينتر، عاده احنا كنا نتعامل مع ستاك بوينتر واحد، وهنا برضه هتعامل مع واحد برضه في الاخر، هو عاده المين يعني. وبعدين في اللينك ريجستر هو 14 اللي بيبقى فيه الريتيرن ادرس، والبروجرام كاونتر اللي هو بينكريمنت بقى مره كل ما يبعت الكونتنت بتاعته اللي هي الادرس، يبعت على الداتا على الادرس ريجستر، اول ما يبعت على الادرس ريجستر تاني خطوه على طول يزود نفسه واحد عشان يبقى معاه الادرس بتاع النكست ايه النكست بايت او النكست انستراكشن. ودول هنا برضو سبيشال ريجستر. السبيشال ريجستر دول الحقيقه فيهم يعني ثلاث مجموعات، البروجرام ستيتس ريجستر اللي هو اللي باللون البنفسجي ده البي اس ار، وبعدين في ثلاثه اكسبشن ماسك ريجستر. الحقيقه هنبص نلاقي البروجرام ستيتس ريجستر دول اللي هو البنفسجي ده فيه ملخص الثلاثه دول، الثلاثه بتوع الماسك ريجستر دول، وبعدين ده الكنترول ريجستر العادي. طيب يعني ايه ملخص؟ لان كل ده هنبص نلاقي ان في حاجات ريزيرفد، ريزيرف يعني هو مستخدم في 3 4 بيتس 5 بيتس والباقي ريزيرفد، طبعا كل ريجستر دي 32 بت، وده بخر نفس الكلام نفس الكلام. طب مجمعين كله وما فيش تضارب ما بين الكل بمعنى صح، بين البرايمري ماسك مثلا او الفولت ماسك او البيز برايمري، المهم فهنبص نلاقي ان ملخص الثلاثه دول موجود في البروجرام ستيتس، بحيث ان ستيتس ريجستر اذا عملت اكسس للبروجرام ستيتس ريجستر خلاص ايه هبقى كاني قريت الثلاثه دول، ودي هنشوفهم بالشكل ده. دي الستيتس ريجستر، قلنا
ان شوف هنا اهو في ثلاثة ستة عشان يوصل الثلاثة اللي هو لكل واحد غير الأخير بقى اللي مجمع الثلاثة. ايه الثلاثة دول فيهم ايه؟ في ابلكيشن بروجرام ستيتس ريجستر اي بي اس ار، ابلكيشن بروجرام ستيتس ريجستر اللي هو ده في الريجستر التقليدي بتاع الستيتس اللي احنا خدناه في المايكرو بروسيسور اللي هو ايه؟ اللي هو الكونتنت بتاعت الاي ال يو، نيجاتيف ولا زيرو، حصل كاري ولا اوفر فلو. بس هنا في زياده كيو هنجي لها طبعا كيو دي بعد كده، انما الاربعه دول الان والزد والسي والفي ده من زمان في كل البروسيسور اللي احنا خدناها، هنشوف الكيو دي هي ايه برضه وقتها. فبالتالي هنبقى احنا ايه والباقي ريزيرفد. طيب وبعدين هنشوف التاني برضو الانتربت بروجرام ستيتس ريجستر الاي بي اس ار، هنبص نلاقي من 0 ل 8 هو بس اللي مستخدم والباقي ريزيرفد اهو. طب ده في هنا ايه؟ في الانتربت سيرفيس روتين نمبر، في انتربت سيرفيس روتين نمبر، هنزل انتربت هنا له رقم عشان في اما شفنا اما جينا نشوف الاستراكشر بتاع الارم في اول محاضره وقلنا ان في نستد فيكتور انتربت كنترولر وله باص مخصوص حتى البرايفت بريفرال باص بالمايكرو بروسيسور له باص مخصوص لان ده مهم. حصل انتربت وبينفذ السيرفيس بروجرام بتاعه، وحصل انتربت تاني اثناء تنفيذ الانتربت الاولاني، يقطعوا ولا ما يقطعوش؟ هنا بقى ده وظيفه الايه البريوريتي. طيب النستد فيكتور انتربت كنترول يشوف بقى اذا كان يقطعوا ولا ما يقطعوش حسب الايه الانتربت سيرفيس روتين نمبر، كل الرقم بيقل هنجيها عموما جاي بعد كده. يبقى هو انتربت له بريوريتي اعلى، البريوريتي اعلى يقطع البريوريتي الاقل حتى لو في سيرفيس بروجرام شغال بانتربت ما، بس جه انتربت ببريوريتي اعلى يقطع اللي شغال، انما اذا كان ببريوريتي اقل او متساوي ما يقطعش. هو متساوي يبقى ده زي ده يبقى هيقطع لي فما يقطعوش، يسيبه لما يخلص وبعدين ينفذ الانتربت الجديد. فده برضو ايه الانتربت بروجرام ستة ريجستر اللي هو التاني، احنا في ثلاثة ستة ريجستر. وبعدين عندي كمان بقى ايه اكسبشن بروجرام ستيتس ريجستر، ده هو موجود هنا بيهمنا بس فيه الايه طبعا معظمه ريزيرف زي ما تشوف فيه هنا ده، انما إيه يهمنا بس البيت 24 دي اللي هي الصمب اللي هي التي دي هنجيها بعد كده. زي ما قلت قبل كده ان عندي بروجرام ستة ريجستر مجمع الثلاثه دول مع بعض، ولذلك وما فيش تعارض، يعني البيست دي هنا مستخدمه في النيجاتيف والزيرو والكاري الى اخره، هبص الاقي هنا مش مستخدمه في اي ريجستر من الاثنين التانيين، بحيث ان انا ايه اخد ريجستر واحد اعمل له اكسس ويبقى فيه ملخص الثلاثه بتوع الستة ريجستر. هلاقي إيه البروجرام ستيتس ريجستر ده مجمع من هنا الخمسه بيت دول اللي هم، ومجمع من هنا الانتربت سيرفيس روتين نمبر اهو، ومجمع هنا برضو انا بيهمني هنا التي والاي سي اي والاي تي بس برضو مجمع هنا، بحيث ان البروجرام ستيتس ريجستر بيجمع كل الايه الداتا اللي موجوده في الثلاثه دول. طبعا الريزيرف ده بيبقى عشان اي تقدم او اي فيرجن احدث نحط فيه اي كيس يعني موجود. تاني الابلكيشن بروجرام ده اللي احنا كلنا عارفينه من المايكرو بروسيسور، الابلكيشن بروجرام ستاتس ريجستر ده اللي هو ايه الان نيجاتيف اذا كان الكونتنت بتاعت الاكيوليتر نيجاتيف او زيرو
فلاج او كاري حصل او حصل في الاوفر فلو فلاج، ما اعرفش انتوا فاكرين لسه الاوفر فلو فلاج ولا مش فاكرينها. اذا كان البيت اتحركت، اذا كان حصل ترانسفير او كاري من البيت 3 في الاديشن في السبتراكشن الى اخره، من البيت 3 للبيت 4، النبل البايت نفسها بتقسم للنبل، فلو حصل ترانسفير من النبل للنبل بيبقى فيه الاوفر فلو. والكيو طبعا هنتكلم عليها لان دي زياده في الارم عن ما سبق ودرسته بمعنى اصح. طيب احنا عندنا كام ملخص كده، بروجرام ستاتس ريجستر البي اس ار كومباين في ملخص الايه الثلاثه ستاتس ريجستر دول، اللي هو الابلكيشن بروجرام ستاتس ريجستر والانتربت بروجرام ستاتس ريجستر والاكسبشن بروجرام ستاتس ريجستر. تمام. وهنا هنا بقى اللي احنا ما سمعناش عنه قبل كده، الكيو والايه والتي. دي اللي احنا طبعا هيهمنا دلوقتي. الكيو دي عباره عن ايه بقى؟ الكيو بت بتنديكيت الساتوريشن، اذا استخدمت ساتوريشن اريثماتيك. يعني ايه يعني الساتوريشن اريثماتيك؟ في الاديشن في اي اوبريشن زي اديشن او مالتبليكيشن او سبتراكت، اي اريثماتيك اوبريشن معنى صح، في ايه الساتوريشن اريثماتيك دي؟ دي بتستخدمها طبعا زي اديشن مالتبليكيشن، بلمس الكالكوليشن في فيكسد رينج، له ماكسيمم وله مينيمم. يعني معنى صح يعني ادي مثال ليها كده، لو احنا ادي مثال هاردوير طبعا، يعني لو انا عندي اوبريشن امبليفاير، لو احنا فاكرين كنا بنقول الجيم مثلا، هنقول مثلا 1000 اوبريشن امبليفاير، كان الجين في الاوبن لوب عالي جدا، بيبقى اكتر من 1000 بكتير. اذا دخلت 1 ملي فولت في الانبوت اضرب في 1000، يبقى في الاوتبوت هيجي لي ايه؟ هيجي لي 1 فولت. طب واذا دخلت 1 فولت في الانبوت؟ احنا بنقول في الاوبن لوب، خلي بالكوا عشان الفيدباك سيركت حاجه تانيه. طب اذا دخلت 1 فولت في الانبوت اضرب في 1000، هيطلع لي في الاوتبوت 1000 فولت؟ لا طبعا مش هيطلع لي 1000، امال هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي باور سبلاي، هو ده المكسب بتاعها. والله الباور سبلاي موصله 10 فولت هيطلع لي 10 فولت. دخلت 2 فولت والجيل 1000 هيطلع لي برضه هو الايه؟ هي الباور سبلاي، هو ده اقصى فولتج ليفل انا باخده في للاوبريشن امبليفاير. فهنا يبقى اذا حطيت ليميتس للابر ليميتس، ليميتس للور ليميتس. طبعا انا ممكن اكون الاوبريشن امبليفاير بوصله مثلا بباور سبلاي بوزيتيف وباور سبلاي نيجاتيف، يعني الاوبريشن امبليفاير طبيعي 741 على ما اذكر، يعني كان الرجل 7 بوصلها بي زائد في سي سي، والرجل 4 فاكر هو كويس بقى اني بقى مده كبيره ما درستش الكلام ده، ان الرجل 4 بوصلها بماينس في سي سي. وعاده الاوبريشن بحط ساين ويف مثلا، بس ساين ليها جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، فهيظهر ازاي نيجاتيف الا اذا كان في نيجاتيف باور سبلاي، واقول ايه الباور سبلاي زائد 15 فولت وناقص 15، يبقى انا عندي مينيمم برضه زائد 15 فولت وناقص 15، يبقى البيك بتاعه الساين سيجنال بالبلس والماينس لن تزيد عن الزائد باور سبلاي والماينس الزائد في سي سي والناقص في سي سي. وعلشان كده هستخدم دي بيسموها ساتوريشن اسماتيك. اعمل اي ماثيماتيكال اوبريشن الفاليوز لازم تبقى محصوره ما بين، اذا استخدمت الساتوريشن اسماتيك في برامج كتير وفي الجوريزمز كتير بتستخدم فيها المساله دي، فانا في الحاله دي هحط الكيوب 1 عشان يبقى انا عندي ليميت داهب الايه البيتس اللي هي البيت 27 دي، عشان كده بيقول لك ايه كلامبد بمعنى اصح. يبقى ريزلت في اوبريشن اضرب اي رقم في اي رقم او اقسمه او اعمل اي حاجه انت عايزها
لن تتخطى الايه اللبس اللي انت محددها، وبالتالي بيبقى انا عندي مكسب ومينيمم. دي اسمها ساتوريشن ارثماتيك، دي زياده بس في البروجرام ستاتس. طبعا في يعني وارد هذا الكلام بالذات في السيسك بروسيسور اللي بتعمل فيه بعض. احنا قلنا حتى الحضره اللي فاتت قلنا ان احنا عندنا كومبلكس انستراكشرز في الكمبيوتر وريديوز انستراكشرز في الكمبيوتر، وكل واحد له الميزه وله العيب بتاعه. طب انا الارم ده اقدر بقول اللي هو ريسك، طيب اقدر استخدمه سيسك؟ اه تقدر تستخدمه سيسك، هتستخدمه سيسك، بس خلي بالك وانت بتستخدمه سيسك هيبقى تتعامل على اساس 16 بت مش 32 بت. دي نمره واحد. نمره اتنين انك انت كمان التي دي هي الايه، هي الصب، تحط واحد فيها، فاذا كانت عملت ست للصب تبقى انت بتستخدم المايكرو كنترولر الارم اللي هو اصلا ريسك بروسيسور، حط فيه الاستراكشر اللي انت عايزها بقى بتاعت السيسك اللي ايه اللي ما كنتش تقدر تحطها قبل كده وانت شغال ريسك، بس هتستخدمه تحط التي، هيبقى التي دي اللي هي الصمت اللي هي تخلي المايكرو كنترولر بتاعك او المايكرو بروسيسور زي اللي موجود مثلا في راسبيري باي وراسبيري باي في ار مايكرو بروسيسور. هتستخدم انستراكشن او برنامج ما انتش عايز تشوف البديل ليه او هتستخدمه، خلاص ماشي هيستخدم. طبعا كل حاجه صب لها ميزه برضه، صحيح انت بتفتقد فيها البايب لاين، لكن عاده الصب بياخد ميموري اقل من الريسك طبعا، اما قصدي السيسك بياخد ميموري اقل من لان الاستراكشر يعني عددها قليل بمعنى اصح. هنا بس كده يعني منشن ان الصب كود حوالي 65% من الريسك كود في لما تيجي تكتب الارم. فانت هنا حط عايز تستخدم الارم سيسك ماشي، حط تي اللي هي الصب دي حطها بواحد انديكيتنج انك انت ايه، حط صب انستراكشر، حط اي انستراكشر بتستخدمها في السيسك زي ما هي مفيش مشكله. ودي زي ما بقول هتفقد البايب لاين وفي الوقت نفسه ما انتش محتاج ميموري كبيره يعني. دي برضه الانتربت بقى زي ما قلت يعني لسه من شويه، الانتربت دايما المايكرو كنترول بتعتمد على الانتربت. هو الانبوت اوتبوت بيعتمد على، لو احنا فاكرين حاجات المايكرو بروسيسور كنا بنقول تعامل الانبوت اوت مع البروسيسور باحد طريقتين. ايه الطريقتين دول اللي احنا اكيد نسيناهم؟ يا اما انتربت يا اما بولينج روتين. ايه البولينج روتين؟ بالدور اللي بعدي على الانبوت اوتبوت، حد عايز سيرفيس، واحد عايز سيرفيس، ابتدي انفذها له. بعد ما ابتديت انفذها له وحد تاني عايز سيرفيس من البورتس الموجوده، لا استنى بقى، لا هي بالدور، استنى لما اخلص اللي موجودين ده ونلف اللفه التانيه ونشوف هيبقى ده البولينج. ده تكنيك تعامل المايكرو بروسيسور مع الانبوت اوتبوت او الانتربت. طيب هنا عاده البولينج ريسبونس طبعا قليل، يعني هو لما ينفذ السيرفيس القديمه يبتدي يبص يشوف مين طبعا، وقد يكون الانتربت مهم وقد يكون لازم اوبريشن تتم على اساس كارير تايم سيستم الى اخره. دايما المايكرو كنترولر وبالذات في الهاردوير بيبقى هنا ايه الانتربت. الانتربت ودي انا قلتها برضو في بدايه المحاضره، قلنا ان ايه في عندنا اكسبشن وفي انتربت. انا قلت الكلام ده في الداتا من نص ساعه كده. فبنقول الهاردوير تريجرد سوفت وير اكشن، سوفت وير اكشن سوفت وير روتين هاندلر او 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 سيرفيس بروجرام. هاردوير تريجر عاده الهاردوير من لو هاي من هاي لو وعلى بن في المايكرو بروسيسور، فده بيطلق عليه الانتربت. خلاص اما يحصل انتربت يحصل ايه؟ البروسيسور يروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين الاي اس ار. فهنا بقى عشان المايكرو كنترولر
ليه تعامل معاه كله بالانتربت، ما فيش البولينج، ده البولينج ده في البروسيسور مالناش دعوه بيه، انما يبقى فيه بريورتي اللي انا بتكلم عليها. الارم فيه 8 ليفل بالبريورتي من 0 الى 7، كل ما الرقم يعني الزيرو ده هو اعلى بريورتي والسبعه هي اقل بريورتي، وانت اللي بتحدد هذا الكلام، انت اللي بتحدد البريورتي بتاع الانتربت شكله ايه. يعني بدي مثال مثلا، يمكن اذا البايه في مساحات العربيه قلت او محتاج انك انت تزود ميه من خزان الميه الى الخزان بتاع المساحات، تدي له بريورتي. الفرامل طبعا هتخبط في العربيه اللي قدامك، ولا هتخبط في حيطه، ولا حدث واحد ماشي، فمحتاج الايه الفرامل تكلبش على العجل بسرعه او يعني بقوه علشان تقف. طبعا بريورتي الفرامل هنا لازم تبقى اعلى من بريورتي المساحات اللي هي بالايه ما هيش يعني قضيه قوي. فدي هنا ايه، وطبعا حسب الابلكيشن بقى بتختلف. فانت بتحدد زيرو اعلى بريورتي، سبعه اقل بريورتي، وبره صح. طبعا هنا الانتربت سيرفيس روتين نمبر اهو يعني، وده طبعا هعرف البريورتي ازاي وهعرف الكلام ده ازاي. ببص الاقي هنا من زيرو، فاكرين احنا لسه بنتكلم على البروجرام سجستر اللي هو اللي هو البيتس من 0 ل 8، ويتش انتربت اذا كان يعني في اللي هنهندل ان هنا الايه النمبر مكتوب هنا بيبين البريورتي بتاع كل واحد فيهم. طيب نيجي بقى ليه، احنا عرفنا الثلاثه دول وقلنا ملخصهم هو في البروجرام ستاتش ريجستر اللي موجود هنا، الكنترول ريجستر اتعامل معاه بعد كده في السيريال انترفيس بمعنى صح. في نيجي بقى لبعض الريجستر اللي هي الفولت هنا اللي خاصه بالبريورتي. في الحقيقه ثلاثه ماسك، يعني ده برضه فيما يخص الانتربت بنسميها ايه اكسبشن ماسك ريجستر. طيب في بريورتي ماسك، البي ار اي ماسك، وفي فولت ماسك، وفي بيز ماسك. طيب البريورتي ماسك، البريورتي ماسك اذا كانت بستخدم في البيت زيرو بس، اذا كانت في البيت زيرو بتساوي واحد، الاول البيت زيرو هنا اهو اذا كان بتساوي واحد، حطيت فيها البيت زيرو حطيت فيها واحد، معناها انك وقفت كل الانتربت وكل الاكسبشن. ليه؟ احيانا تكون بتنفذ انتربت مهم ومش عايز يتقطع باي شكل من الاشكال، وانت بتديله بريورتي اقل بحيث ان ممكن يجي له بريورتي تاني اعلى منه يقطعه، بس انا مش عايزه يتقطع بالذات في الحاله دي في الكيس دي. خلاص حط واحد في البيت زيرو عشان هنا most interrupt and exception are not allowed. اذا حطيت زيرو يبقى الانتربت allowed، خلاص اذا جاء انتربت اعلى منه الدنيا تمشي عادي. لكن في بعض الحالات في الاكسبشن تبقى انت مديله مثلا واحد بس ما انتش عايز انتربت زيرو يقطعه اذا 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 تنفذ، وهو بيبقى قليل. طبعا الامثله اللي دي موجوده كتير. فانت في الحاله دي البيت زيرو هنا اهو تمنع ان الانتربت ده السيرفيس بروجرام يتقطع ويتنفذ اي حاجه ثانيه. طبعا ده طبعا ايه، حد هيقول طب ده يعني يتعارض مع الباقيين. لا مش يتعارض، ما هو انت عندك انت تقدر تدي اكتر من انتربت زيرو اكتر من انتربت واحد، يعني رقم البريورتي بتاعت الانتربت مش هو ما عندك سبعه بس، انت ممكن عندك اكتر حسب الابلكيشن وبيتكرر الرقم، لكن في ده بالذات انت عايزه ايه ما يتقطعش.
يبقى البريورتي باسك ريجستر اللي هو اللي فوق خالص ده بيعمل بيديسيبل الانتربت والاكسبشن ويمنع الاكتيفيشن لكل الاكسبشن ولكل الانتربت. الفولت ده هنا اهو زي الاولاني عدا ان ماسكه بالانتربت. شوف هنا برضو كده الفولت ماسك ريجستر اللي هو الثاني ده هو زي الاولاني بالظبط برضو، بس يسمح لي نمسك بالانتربت. ما اعرفش فاكرين ده ماسك بالانتربت ولا لا، ده عادة له بن على المايكرو كنترولر وعلى المايكرو بروسيسور. ان نم ماسك بالانتربت له بن على المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر بحيث ان هو ما بيبصش البرنامج اللي شغال انتربت ولا مش انتربت ويقطعه ولا ما يقطعوش. ببقى صح نم ماسكبل يعني ما فيش حاجه توقفه اذا حصل، وده عاده بيبقى من لو هاي او من هاي لو حسب نوع البروسيسور، ويبقى بن على الرجول بتاعت المايكرو كنترولر. فاذا اتغيرت من لو هاي او من هاي لو حسب نوع البروسيسور يروح رايح منفذ السيرفس روتين مباشره. اللي شغال دلوقتي بقى وقت ما يقطعه ده انتربت ولا مش انتربت ولا مين بروجرام على طول، ده يعني نقدر نقول عليه في بريورتي زيرو. ده نم ماسك الانتربت بريورتي زيرو على طول، ما فيش هزار في الكلام ده خالص. فالفولت ماسك خلي بالكم الفولت ماسك يقطع الكل عدا النم ماسك بالانتربت، اي انما وده يعني عاده يعني يستخدم بالشكل ده يعني. طيب فبالتالي البيت زيرو برضو اذا حطيت فيها واحد يبقى اقول انتربت اند اكسبشنز ار نوت الاود ما عدا النم ماسك بالانتربت. زيرو خلاص كله شغال مفيش فيه مشكله. البيز ريجستر الحقيقه البيز ريجستر بيحدد المينيمم بريوريتي والاكسبشنز اللي تشتغل. يعني ايه؟ يعني انا يعني في ساعات اللي هي الحاجات العاليه بقى، اذا كنت حاجه هايفه قوي ومديلها انتربت سبعه ولا سته يعني خلاص انا مش عايز حاجه تقطع بعد انتربت خمسه. يبقى اذا البيز بريوريتي بيديفاين هو ايه المينيمم بريوريتي للاكسبشن والانتربت. اذا انت تحط في البيز بريوريتي، اذا مثلا على سبيل المثال هنا اهو انت حطيت في البيز بريوريتي رقم 3، يبقى هنا معناها ان الانتربت اللي تستخدم هي 0 1 و2، انما 3 فما فوق لا فورجيت ما هواش محتاجين. طيب احنا بنراجع تاني، ده الجزء اللي هو بتاع الانترفيس ككل احنا نستخدمه يعني في المحاضرات. انبوت اوتبوت تعاملنا كله انبوت اوتبوت، وطبعا ما فيش مانع ان يبقى في السنسور والاكسترنال سيركس دي الحقيقه هنستخدمه كبرنامج سويتش او ليد والسوفت وير. يبقى احنا يعني التركيز ده كله هيبقى في السوفت وير بلغه السي علشان يهندل الايه الانبوت اوتبوت داتا. طبعا مش هنحفظ الميموري ماب بتاع الكلام ده، ما هياش يعني بس العلم نبقى عارفين ده ميموري ماب ما هواش انبوت اوتبوت. يعني الاستراكشر اللي بستخدمها للميموري للرام هي نفس الاستراكشر اللي بستخدمها الانبوت والاوتبوت. اقرا من هنا او اخزن هنا هي نفس الاستراكشر، وده موجود قبل كده في فوترولا بس انت ما هياش كده، انما بس للعلم يعني. وعرفنا ان في اكتر من كود، بنراجع برضو اكتر من باص، اي كود باص علشان الاستراكشر، ودي كود للكونستنت، والسيستم باص هو ده اللي احنا هنستخدمه. وطبعا عارفين البرايفت بريفرال اللي فيها نست فيكتور انتربت كنترولر.
الباور موجود، ويعني احنا ايه خدنا فكره، والهاي بيرفورمانس باص اللي موجود ده تبقى الابلكيشن يعني بنراجعها. انما هنا بس لازم نراجع حاجه للعلم، الانديانيز في ناس كتير لقيتها مش عارفاها. انا بكتب يعني مثلا 16 بيت، هو ده 32 بيت. طب 32 بيت الادرس بتاع كل واحد 32 بيت، يعني فيها 8 بايت متكرره 4 مرات مثلا، او خلينا 16 بيت، 16 بيت يعني 8 بايت 2 بايت 8 و8، مين متخزنه في مين؟ يعني ايه؟ يعني البايت الهاير بايت متخزنه في اللور ادرس ولا في الهاير ادرس؟ واللور بايت متخزنه في الهاير ادرس ولا في اللور ادرس؟ دي بتختلف، ودي بتلخبط بعض الناس ساعات اللي هي بتشتغل على اكتر من سيستم واكتر من مايكرو كنترولر، هنلاقيها مختلفه فعلا من بروسيسور ومن مايكرو كنترولر لمايكرو كنترولر تاني. الناس اشتغلت على بيك واشتغلت على يعني انواع كتيره، فلازم نبقى احنا عارفين هنا ايه هتكتب الادرس ازاي وانت عندك 2 بايت وهم الاثنين الادرس واحد بمعنى اصح. فانا عندي دي متقسمين حاجتين، بيج انديانز وليتل انديانز. البيج انديانز بتبقى الموست سيجنيفيكانت بايت موجوده في اللور ادرس، والليتل انديانز بيبقى الليست سيجنيفيكانت بايت مستخدم متخزنه في اللور ادرس. زي ما بقول الناس هتتعرض